خدت منه 100,000 جنيه بالعافيه. انا رايت اقسموها بينكم انتوا الاثنين. ليه وانت مش هتاخد نصيبك؟ عيب يا شوشو، انا اجيب الحق لاصحابه لكن ما اخدش تمن شهامتي ابدا. اللي تشوفه، بس يعني انت ونهى اللي قايلين لي على اللعبه دي. المهم تكوني راضيه. لو مش راضيه انا ممكن اعيد الاسم وادي النوع 10 جنيه بس. انا راضيه، بس انتوا رايكم يعني ان انا ما انزلش اللي في بطني؟ انا عن نفسي غيرت رايي. وبعدين يا حبيبتي انت عبيطه، ده كنز واتفتح لي، تيجي انت بقى تقولي لا؟ وبعدين زي ما اتفقنا يا شوشو حبيبتي هتيجي تعيشي معايا ونقسم الايجار بالنص. ما عنديش مانع، بس انا معتمده على الله وعليك يا ايهاب، اوعى تخلى بيا. عيب يا شوشو. عبال ما البس وحصلك يا ابوي. انتوا ازاي تستنوا عليه لما حد يفوق بالشكل دوت؟ والله يا دكتور احنا ما قصرناش في حاجه. هو مش بياخد الدواء في مواعيده؟ جيت للحق يا دكتور، كان في نوع برشام غالي بياخده، بس من ساعه ما خلص ما كررناهوش. ما قلتليش ليه؟ انا كنت هجيبه. ومش وقت الكلام ده، المريض لازم يطلع العناية المركزة فورا. طب المطلوب كام يا دكتور؟ لا احنا في مستشفى حكومي، دي مجاني، بس لازم تتصرفوا في انبوبة اكسجين، معلش هي ناقصة في المستشفى شوية. دكتور طب الاكسجين دي اجيبها منين؟ من بره المستشفى. طب بكام؟ مبلغ وقدره. شد حيلك. كل الفلوس صرفتها في تاكسي. عفاف خدي امك واطلعي فوق عند ابوكي، وانا هعمل مشوار وجاي على طول. هتروح فين؟ هجيب اكسجين. الله يرحمك ياما. عم تولي عامل ايه دلوقتي؟ والله يا ابني من ساعة ما مشيت محدش خرج قال لنا أي حاجة. أحط الأنبوبة؟ حطها. قطعت نفس يا عم. كتر خيرك. كتر خيري؟ كتر خير مين يا عم؟ أمال فين أجرة العربية؟ نسيت كام؟ ساعة العربية نص نقل معروفة. ب80 جنيه. 80 جنيه ليه؟ وانا كنت راكب الطيارة يا عم. هو النظام كده يا عم. طب معايا 55 جنيه وفكه ينفع؟ هات يا عم، انا عارف من الاول انت زبون لبط. لا مش دلوقتي، هات الانبوبه وتعال. تعال Thank you.
اصدقاء نزلوك. ايه ده؟ ايه الفرصه الحلوه قوي دي؟ انت هنا بتعملي ايه؟ جايه شغل. طب تردش على موبايلك ليه؟ معلش كنت مشغول قوي الفتره اللي فاتت، الظروف كانت عندي ملخبطه. كان في حاجه مهمه؟ يا محمد. ايه يا فندم؟ اطلع مع الجروب بس لغايه لما اتكلم مع الكابتن. شكرا. بس في داني. فكا. محتاجة أسمع صوتك. أكيد أنت حاسس. وأنا كمان. كنت محتاجة أطمن عليكم. إلا بالحق الحاج جات أخباره إيه؟ الراجل ده ليه أفضل عليا كتير قوي. ما تهربش يا كمان. ممكن تبصلي؟ عينيك بتقول كلام غير. مدام لقاء. بلاش مدام، من فضلك لقاء. بجد إحنا محتاجين نتكلم مع بعض. حتى كأصدقاء يا أخي. ده الواحد ما بيصدق يلاقي بني ادم حقيقي يحس بيه. خلاص انت قاعده هنا قد ايه بقى؟ انا خلصت شغل وقاعده براحتي، ولعلمك انا اول مره اجي هنا. تحبي تتفرجي على شر؟ يا ريت. خلاص يبقى تسيبيني نفسك. انا سايبه نفسي اهو. انا هستاذنك 5 دقايق، هوقف حد من زمايلي مع الجروب اللي فات ده واجيلك. اوكي. حسنا تليفونك. ها خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام 8 أزواج. صدق الله العظيم. ادخل يا وحيد. انت حفظت خبطتي يا حاجة؟ طبعا يا حبيبي، انا مش حافظة خبطتك، انا بحس بخطوتك. انا عملت حاجة ومبسوط قوي. خير يا حبيبي؟ انا بعت سلسلة بتاعت ام الله يرحمها. يا مصيبتي يا وحيد، بعتها ليه يا ابني؟ عم متولي كان محتاج انبوبة اكسجين وكانت عايزة فلوس كتير قوي. امك الله يرحمها كانت موصياني اديها لك لما تكبر. وانا خدتها وعمري ما كنت حفرط فيها، بس صحة عم متولي اهم من السلسلة. اكيد امي فرحانة دلوقتي. طبعا يا حبيبي، ربنا يكرمك ويجعلها في صحيفة حسناتك انت ووالدتك. مش انا كده عملت الصح؟ ايوه يا حبيبي، ما حدش يقول على الخير غلط ابدا، وربنا يديلك على قد حنيتك يا وحيد يا ابن صباح قادر يا كريم يا رب. الله، امي اسمها حلوه قوي، ما اعرفش ايه اللي جرالها في دماغها وجوزت سيد. ازيك يا نمر؟ ازيك يا باشا؟ امك خفت من ال الحمد لله يا باشا. طيب الحمد لله يا باشا. روح انت. شكرا يا باشا. ازيك ايه؟ امورنا يا حاج. الفاكس بتاع العين السخنه ده قالوا في البضاعه هتوصل امتى؟ ايوه يا حاج، مكتوب اهو في اخر سطر عند سعادتك. معلش احنا مشغلينك اليومين دول شغل السكرتاريه كمان، تعبناك معانا شويه. تعبك راحه يا حاج. طيب على كل حال انا قريب هجيب لك سكرتيره جديده، عايزك تسنتفها وتعلمها الشغل وتاخد بالك منها. عيني يا حاج، هسنتفها واعلمها، بس يا ترى مش بعد كده بقى تتنقل في السكرتيريه للبيت عند سعادتك؟ ترير هو ايه، انا قاعد بصطاد السكرتيرات ولا ايه؟ اصل حضرتك ما تاخذنيش يعني شاي جامد يا حاج. انت هتهزر معايا ولا ايه؟ انا اسف يا حاج، انا ما اقصدش والله. طب يلا غور من هنا، ما تجيش، يلا امشي. حاضر يا حاج. يلا يا ابني انت. عمري ما كان ليا صحاب، كنت دايما وحيده. حبيت وانا في الجامعه، حبيت واحد يعني، بس للاسف هو حب نجاحه اكتر مني.
فجوزت جاد، ومن وقتها قررت ان هدفي الوحيد في الحياه هو النجاح والفلوس وبس. تاني من الاخر كده بعت قلبي. عارفه اول مره احس ان انا قادر اتكلم افضفض، حاجه غريبه قوي لما الواحد يحس انه وحيد رغم ان حواليه ناس كتير. انا عشت عمري اللي فات ادور على حقي ونسيت نفسي، نسيت كمان، نسيت مشاعري، نسيت الحب. الحقيقه الوحيده ان احنا ما نعرفش نعيش من غير الحب، احنا بنتولد وهو جوانا. كره السيد الدقاق موت اي حاجه جميله ممكن تتولد جوايا. لا وحيد، بلاش بلاش سيره الكره، ما تخلينا في سيره الحب. انا اول مره احس ان انا قادر اتنفس، قادر اعيش. انا مبسوط قوي ان انا قابلتك هنا. وانا كمان مبسوطه. عملت العملية ها؟ عملتها يا يوسف الحمد لله، وأنا كنت هناك. لا مش عارف أشكرك إزاي على تعبك ده هوبا. يا راجل ده شكر على واجب، ده أنت أخويا يا يوسف. وديتها الفلوس 100,000 كلهم. في إيه يا يوسف؟ أمال يعني أخد الفلوس لنفسي أنا يعني ولا إيه؟ يا عم لا مش النظرية ده، أنا بسألك سؤال عادي كده. عموما يا سيدي هي قبل ما تدخل أوضة العمليات خليت ندي الفلوس لنا، وبعد ما خرجت من اوضه العمليات خدت الفلوس منها وحطتها في شنطتها قدامنا. متشكرين قوي يا هوبا، متشكرين قوي، بس اوعى تكون زعلت مني. ده يا راجل وفي حد يزعل من اخوه برضه؟ زي ما بقول لك مش كلام ابوك بس هو اللي اقنع مجلس الاداره ان هم يخلوك تقطع الاجازه وترجع لنا البرنامج. معلش يا استاذ جمال انا عايز افهم هم ليه عملوا كده، معلش فهمني. يا هاب انت ابن الجرنان، وبعدين يا اخي احنا بينا عيش وملح، وانا من ساعه ما انت سبت البرنامج وانا بصراحه بحاول مع مجلس الاداره، الحمد لله محاولاتي جابت نتيجه. ولا عمليه انقاذ للجرنان يا فندم بعد ما صحفيين كبار وكتير سابوكم بسبب تضييقكم عليهم عشان خوفكم من رجاله امن الدوله؟ قصدك ايه؟ قصدي يا استاذ جمال ان انتوا بتعملوا زي انديه الكره الكبيره، لما بتلاقي لاعب جديد وموهوب وبيعرف يجيب اجوان كلهم بيجروا وبيدخلوا في منافسه شرسه عشان يشتروا، ان شاء الله حتى يقعد على دكه الاحتياطي ما يلعبش، المهم يحرموا المنافس من انه يلعب معاه. انا متهيألي مقالاتي الاخيره اللي بكتبها في جرايد منافسه وصدى الناس وحبهم ليها هو اللي حرككم وخلاكم ترجعوا ليا، مش اي سبب عاطفي تاني. صدقني كلامك ده بعيد كل البعد عن الحقيقه، وبعيد بقى عن الجدال. انا حبيت اقول لك حاجه واحده بس، انك تقدر ترجع الجريده ومن بكره. انا ما عنديش مانع يا استاذ جمال، بس بشرط هفضل اكتب في اي جورنان وثق فيا وفرد لي مساحه في الوقت اللي الجورنان بتاع الدنيا ظهره. دي مساله ما فيهاش فصال. ازيك يا محمد؟ ازيك يا بابا؟ عامل ايه؟ ايه اخبارك؟ الحمد لله والله. ربنا يخليك. اتفضل. ازيك يا كريم؟ ازيك يا ايهاب؟ مبروك، سمعت انك رجعت الشغل. متشكر قوي. وانت ليه ما بتردش على مكالماتي؟ مبروك يا ريم. الله يبارك فيك يا حبيبتي. زعلانه عشان ما عزمتنيش. معلش بقى كنا عاملينها على الضيق، ما انت فاهمه بقى في الفرح ان شاء الله هعزم كل الزمايل. ربنا يتمم لك بخير. ميرسي يا عقبالك. هو فرح مين اللي تكلمي عنه ده يا ريم؟ فرحي؟ ما انا اتخطبت. بعد إذنك. فرح أنا اتخطبت بعد إذنك. هي عينيك عاملة كده إزاي؟ حنينة قوي، حاسة بكل كلمة بتقولها وبتنطق بيها عليك، حاسة بيكي كمان إنك ملامحك خدتني من نفسي. النهاردة حصلت حاجة غريبة قوي. ايه يا ترى؟ لما قمت الصبح بصيت في المرايه ما شفتنيش،
شفتك انتي عينيكي بتقول كلام كتير. انا حاسس بدقات قلبك، شعور غريب بس جميل. حاسه اني فرحانه طايره زي العيله الصغيره، قلبي بيتنطط. اكيد انا ما اتجننتش. زي ما اكون مستنيكي بقالي كتير كتير قوي ومش قادر اهرب منك. هو ده الحب؟ يا ريت تجاوبيني. طب ازاي؟ وليه انتي بالذات؟ هو ده الحب يا حبيبي، هو ده الحب اللي اتحرمت منه كتير. بحبك، نفسي اصرخ واقولها للدنيا كلها. مفيش حاجه ممكن تبعدني عنك، ما تسيبنيش. ايه ده؟ انا اكيد اتجننت. دي مرات الحاج جاد، ازاي اسمح لنفسي بكده؟ لا 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 لا، طبعا طبعا ما ينفعش. احنا لازم نمشي دلوقتي. كمال، اتفضل. هي الأوضة مالها منعكشة كده ليه؟ أنا هوضبها لك. قولي يا أستاذ إيهاب. عايزة يا جنة؟ مين دي؟ انت جبت الصورة دي منين؟ وبتسألي ليه؟ اصل الواحد لما يحط صورة بنت تحت المخدة يبقى بيحب. أنا بشوف كده في الأفلام. الذكاء الخارق اللي انت فيه ده. هاتي الصورة وانزلي تحت دلوقتي. لا، مش هديها لك لما تقولي دي مين الأول. بقولك هاتي الصورة يا جنة ومفيش وقت للهزار. مش هديها لك لما تقولي دي مين. الله، هاتي الصورة بقى. لما كنت بنظف الأوضة دي بحس إنها مليانة أفكار ومبادئ، لكن دلوقتي تنزلت من نظر. ده عبيط على فكرة. ايوه، هو بس اصلي يعني محروق شويه عشان كان بيعاكسني وانا نفضت له. بيعاكسك ونفضت له؟ ده ايه ده؟ وحشتينا لقاء. مش وانت داخل تعمل اي صوت بدل ما تخدني الخضه دي؟ انا اسف يا حبيبتي، نسيت اشغلك الكلاكس وانا داخل، وانت عارف عربيتي كبيره ما تخشش الاوضه دي. طب ما تشغل نور الاشارات احسن. انت نورك عالي، ما ينفعش معاك نور الاشارات. انت عايزه نور زيبق، افضل اقلب لك كده اقلب لك. قمتي ليه يا حبيبتي؟ ما انت كنت شاده فرامل اليد وقاعده جنبي، في ايه مالك؟ زهقت من القعده هنا بصراحه، ما بقتش اطيق الاوضه دي ولا بستحمل القعده فيها. ايه ده؟ ايه ده؟ معناه ايه الكلام ده؟ معناه اني ما بقتش استحملها خلاص. الهوا اللي فيها بيخنقني، ما بقتش عارفه اتنفس فيه. خلاص يا حبيبتي، فين التليفون؟ اتصلك دلوقتي اجيب لك اتنين اكسجين كده تكاوي تخلص بيهم كده لغايه الصبح. ما بقاش ينفع خلاص. انا نفسي في هوا طبيعي، نفسي اتنفس زي بقيه البني ادمين. طيب هو شكله ايه بتاع ده؟ وانا جمهولي انا تحت ارض. ما تستعجلش، بكره تعرف يا حبيبي. خدي هنا. رايحه فين؟ راح اتنفس. ايه حكايه النفس معاها دي؟ انت يا بني ادم انت. نعم، قوم كلمني. تكلمني وانت قاعد ولا ايه؟ قوم.
نعم. انت ازاي بني ادم تدخل اوضتي من غير ما تخبط عليا؟ ها؟ عمرك ما طلبت مني خبط عليك. انا كنت شاكك فيها. لكن انت عمري ما شكيت فيك. يا خسارة. انت ازاي لك كلمني بالطريقة دي ها؟ ازاي تكلمني بالطريقة دي؟ انا عمري ما هبص لواحدة خدامة فاهم؟ لكن انت لو بتحبها ده ذنبك انت مش ذنبي انا. انا ما احبش واحدة حقيرة زي دي. امثالها ملهمش مكان في حياتي. انما حياتك انت حر فيها. ولا انت نسيت نفسك انا ولا ايه؟ انت مكلمني كده ليه؟ انا عمري ما نسيت نفسي. انا وحيد وانت ايهاب. استاذ ايهاب. ولا النغمه اللي بتتكلم بيها دي تتكلم بيها مع حد تاني فاهم؟ اوعى تكون فاكر عشان بقعد اتناقش معاك واخدك على قد عقلك عشان اطيب خاطرك انك بتفهم ولا حاجه. انت ما بتفهمش انت ولا حاجه. اوعى تكون فاكر نفسك حكيم زمانك. وضح ان انت ما تعرفش يعني ايه حكيم اساسا. بجد؟ بجد يا استاذ وحيد؟ طب يعني ايه حكيم بقى؟ حكيم هو صاحب الحكمة. بجد؟ طب وايه بقى الحكمة يا فيلسوف عصرك واوانك؟ الحكمة اي كلام يمشي مع العدل والحق والعلم. انما الكذب والخداع والضحك على عقول الناس ليها اسم تاني. عن اذنك. تاني مرة يا زكي. هو الواد ده حكايته معايا بالظبط؟ هو الفاكس ده وصل امتى يا زكي؟ امبارح بالليل يا برنس. الحاج خد فكرة عنه؟ لا انا ما قلتلوش اي حاجة. وبعدين علمك بقى الشغلانة دي حلوة قوي. اشوف الشغلانة دي اهم من كل الشغل اللي عملناه قبل كده. بس المبلغ اللي غطى الطلبية دي مش معايا يا زكي. يا عم ما تقلقش هنتصرف. ازاي بقى فعلا؟ ازاي ايه؟ ازاي يا جو؟ زي ما اتصرفنا قبل كده يعني احنا هنخلف. سيبني انا بس ما اخلف الحاجة دي وانت ما تشيلش هم. ماشي. ما تحرمش منك يا زكي. ولا منك يا جو. مفيش حاجة يا برنس. برنس تاني. ازيك يا كمال؟ ازيك يا كمال؟ ايه بقى؟ هو انت ناوي تبدا تتهرب مني كده كتير ولا ايه؟ تتهرب ازاي يعني؟ من ساعة ما رجعنا من شرم الشيخ وانت ما بتسألش عني بتتهرب مني. حتى دلوقتي اتقابلنا بالعافية وبرضه بتتهرب مني. ابدا. لا بتهرب ولا حاجة. امال ليه ما كنتش عايزني نتقابل؟ ايه؟ ما وحشتكش؟ طب ايه رأيك بقى انت وحشتني قوي؟ قائل دي مش مقدرة انك انت ست متجوزة. مش فاهمة. يعني انت متجوزة من راجل ليه افضل كتير عليا. يعني ما ينفعش يبقى في حاجة بيني وبينك. انت بتضحك على نفسك ولا ايه؟ هو احنا لحد دلوقتي لسه ما بقاش في حاجة بيننا؟ من فضلك يا لقاء ما تصعبيش الدنيا عليا. انا مش ناقص ومش مستحيل. على فكرة انت اللي مصعبها على نفسك. انا مش مصعبها ولا حاجة. انت مش عايز تصدق من جواك ان اللي بينا هو اللي هيهون علينا كل حاجه في حياتنا. ما ينفعش. انا وافقت ان احنا نتقابل النهارده
علشان اقولك انك انتي لازم تنسي اي حاجه حاسه بيها ناحيتي. طب وانت كمان؟ مالكيش دعوه بيا، انا مش حاسس باي حاجه ناحيتي. انت كداب على فكره، كداب. انا عايز اقولك على حاجه، الاحاسيس والمشاعر ما بتتنسيش بسهوله، الاحاسيس والمشاعر بتموت. انا عن نفسي ما عنديش استعداد اموت مشاعر حسيت بيها وكانت جوايا. ابقى موتها انت بقى. تقوم كده تطلب الطلاق من جوزها على طول. يا جد افهمني، انا مش حاسه اني سعيده اصلا. مش سعيده معايا انا ليه يا حبيبتي؟ هو انا معاك من عليكي ولا حاجه؟ على فكره انا ما قلتش كده. امال في ايه؟ مالك لقاء يا اخي؟ اعتبرها حاله نفسيه، وبدل ما نزيد ويحصل بينا مشاكل ونتقلب اعداء بعد ما كنا اصحاب، ننفصل احسن. انا بجد بعزك. بتعزيني؟ طب لقاء، خلي بالك ان في بينا شغل وفلوس وبزنس، والطلبات اللي انت طلبتيها مني دي دلوقتي ممكن تأثر على اللي بينا. بزنس ايه؟ بزنس ايه؟ يعني اولع في نفسي عشان البزنس بتاعي هو ده اللي هيدفعني؟ تولعي في نفسك؟ واكتر من كتير كمان. طب ممكن اطلب منك طلب؟ اتفضل. اقعدي مع نفسك يا لقاء وراجعي كل الكلام اللي انت قلته لي دلوقتي، بس لازم تفتكري حاجه جامده قوي، ان انا بحبك. تفتكري كويس قوي الايام اللي بينا. انا كنت شايلك على كفوف الراحه لقاء. بص يا بنت الناس، هقول لك على فكره حلوه قوي. لقاء احنا طالعين مع بعض العين السخنه، هاخدك معايا اقعد هناك شم هوا، يمكن حالتك النفسيه تهدى شويه. فكري ولما ترجعي قرري. طب كنت لسه عاوزه تطلقي؟ صدقيني قولي لي طلقني يا جاد وانا هطلقك على طول. خليه يحمل العربيه على ما اجيلك. اه اقول له استنى. اه ما جيتش امبارح ليه يا عاصم؟ عندك يوم؟ ما الفل يا حاج. صباح الرضا يا حبيبي. طلعتني. اقعد اقعد. خير يا حاج؟
خير ان شاء الله. بيني وبينك اصلا انا سمعت خبر كده مش عارف هيكون رايك فيه. خبر ايه يا حاج؟ خير خير ان شاء الله. يعني اصلك من ساعه ما كلمت بنت سعادته مفيش خبر، لا هي اتكلمت ولا ابوها اتكلم، اللي كان واجع دماغي كل شويه عايزين خدمه يا حاج، عايزين خدمه يا حاج. بصراحه يا حاج انا الموضوع ده كان قافش كده في دماغي، وانا بصراحه ما كنتش عايز ابين لك، وكنت ناوي اكلمها النهارده. لا 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 لا، كويس بقى انك كنت ناوي وانك ما كلمتهاش فعلا. ليه؟ اصل بصراحه ربنا انا لما لقيت الموضوع ماع وبوخ قلت مش هسكت بقى، رحت ماسك الموبايل ومكلم معالي الوزير. قلت له يا معالي الوزير ايه الحكايه؟ ازاي سعادتك؟ يعني اخباركوا ايه؟ قال لي هو برضو الكلمتين الفارغين اللي انت عارف بيتقالوا في الحالات دي. ايه يا حاج، وبعدين بعد الكلمتين اللي بيتقالوا في الحاجات دي حصل ايه؟ انت يا ابني متصرب عليه، ما تستنى. قلت له يا معالي الوزير يعني من يوم يوسف ما كلمكوا ما سمعناش منكوا لا حس ولا خبر، ايه الحكايه؟ وبعدين يا حاج وبعدين؟ ما انا لسه بقول لك وبعدين اهو. لقيت الراجل قال لي كلمتين ما كنتش اتصور انه ممكن يقولهم لي ابدا ابدا. ايه يا حاج كمل يا حاج وبعدين؟ ما انا هكمل اهو. قال لي انت بتسال على الطلب بتاع يوسف؟ يا سلام يا حاج سيد يا دقاق. ها يا حاج، وبعد ما قلت له يا سلام وهو قال لك يا سلامين، وبعد السلامات دي حصل ايه؟ هو قال لي بس يا عم الحاج سيد يا دقاق يا عظيم. هو احنا معقول هنلاقي في بر مصر ده كله حد زيكم وزي ابنك يوسف؟ بجد يا حاج؟ اي والله يا ابني. قالك كده بجد يا حاج؟ بجد بجد. ألف مبروك يا حكومة. الله يبارك فيك يا أبو الحكومة. عجبتيني، ده انت تعجبي الملك يا بنتي. انا قبل كده كنت متجوز ناس كانهم اعضاء المجلس المحلي بالمديريه. ايوه والله زي ما بقول لك كده. بموت في خفه دمك يا سيسو. سيسو حلوه دي، سبحان الله. خدي بقى انا عايزك تشدي لك نفسين كده من الحته دي. يا سبحان الله. هاتي حبيبتي. حياتي. تعالي لي بقى. أؤمرني يا سيد الناس. مالك؟ أنا نفسي في إيه؟ إيه يا روح قلبي؟ نفسي في صوابعك اللي زي صوابع المرجان دي، تعملي لي سجارتين ملغمين بإيديكي. أنت تأمرني وأنا عليا التنفيذ، يا روح قلبي يا حياتي. أنا بنتي اللي حياتي وحبيبتي. بقول لك إيه يا سيسو؟ قولي يا حبيبتي عايزة إيه؟ هو أنا بقى أمي مش هتيجي تعيش معانا في الفيلا؟ أمك؟ دي امك تيجي قبل امي الله يرحمها. هو في غير امك هيجي؟ انا اصل كنت مستني الواد كمال، وخلاص كمال وصل. امك هتنورنا على طول يا حبيبتي. بحبك يا سيسو وبموت فيك. بس انا نفسي في حاجه. ايه يا روح؟ انا عايزه تختخك شويه وربربك، عايزه اكلك. تعالي جنبي يا بنتي. تختخي يا سيسو. تعالي يا اما تختخك. يا ترى ايه اللي غيرها بالشكل ده؟ يا ترى ايه اللي حصل في سفرية شرم الشيخ دي؟ يا ترى عندها مشكلة في الشغل ومش راضية تقول، وهو ده اللي معكمل عليها؟ ولا يكونش التغيير ده وراه سيد الدقاق او يوسف ابنه؟ هم كانوا عندها في محل.
بس لو كان في حاجة ما كانتش قالت لي انهم راحوا لها. بس انا برضو ما استبعدش اي حاجة من الدقاق وابنه. ولا يوسف، دلوقتي انا فكرت كتير في الموضوع بتاع الواد اللي اسمه وحيد ده، قلبته في دماغي يمين وشمال، ولقيت ان احسن حل ان انا اعترف بيه واقول ده ابني، ويا ضل ما دخلك شر. ايه رايك؟ طب والله عين العقل يا حاج، عين العقل منك. خلينا نفوق لشغلنا بقى ونخلص القصه دي. ده رايك؟ طب تعالى ورايا. وحيد، وحيد مبروك يا وحيد. الف الف مبروك. مبروك مبروك على ايه؟ الحمد لله ربنا نصرك في الاخر وكمل صبرك على خير. طب فهموني ايه اللي حصل؟ انت ما تعرفش وحيد، ابوك اعترف بيك، يعني انت بقيت اخونا رسمي، فاهم؟ بالحب يا اخويا. بجد؟ انا مش مصدق نفسي. امال بابا فين؟ ايه بابا؟ وحيد وحيد انت بتتكلم عادي؟ ايه ده؟ ايه وحيد يا عم بتتكلم احسن مننا؟ ايه ده؟ انا بتكلم. الله يبارك فيك وحيد ابني حبيبي يا نور عيني. وحيد يا ابني انا بعترف، انا كنت غلطان في حقك، انت ابني وربنا يقدرني وعوضك عن كل دقيقه ضاعت منك. انت ابن سيد الدقاق. حبيبي خليك ليا يا بابا، ربنا يخليك ليا حبيبي وحيد. ممكن اخدك في حضني يا وحيد؟ يوسف اخويا حبيبي، انا فرحان قوي، انا فرحان قوي يا جماعه، انا مش مصدق. معقوله كلكم جنبي؟ امال فين حسونه وفردوس وجنه؟ فين؟ احنا كلنا جنبك اهو. مبسوط يا وحيد؟ مبسوط قوي، بس فرحتي مش هتكمل الا لما تبقى جنة جنبي.